هبدأ معاك يا هبة. يعني عايزك تحكي لي كده في البداية عن الموسم ده كان عامل ازاي. موسم كان طويل وصعب في ظل ان في ظروف زي الكورونا اللي عطلتكم شوية، فكلميني عن الموسم كان بالنسبة لكم عامل ازاي. مبدئيا احنا الموسم ده قعدنا 13 شهر، 13 شهر في موسم، ده اول مرة تحصل طبعا بسبب الكورونا وكده، فقعدنا كتير قوي في الموسم. وبعد كده لما قعدنا في الكورونا اخدنا فترة كبيرة قوي اونلاين ونتمرن وكده، فهو كان موسم صعب جدا. حتى لما رجعنا طبعا كلنا كنا بقى بعد البانديميك وكده قعدنا كتير قوي تعبانين وبتاعه، ومحدش طبعا في البيك بتاعه، فقعدنا فتره كبيره عقبال لما رجعنا وكده. بس الحمد لله يعني الكوتش كان متابع معانا اونلاين وكده، رجعنا كويس ولعبنا ماتشات كتير. يعني احنا كان فاضل لنا الدوري كله بعد ما رجعنا، لما يعتبر ما لعبناش اي حاجه غير بس اول ماتشات المجاميع دي، ورجعنا لعبنا الدوري كله. وكان طبعا فتعبنا جدا بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني. طيب الحمد لله. طيب جالنا في وقت الكورونا وخلاص الموسم الرياضي وقف في كل العالم وايضا في مصر، كان عندك شك ان انتوا مجهودكم او المجهود المبذول خلال الموسم كله ممكن يضيع هباء، ولا كان عندك ثقه ان ممكن النشاط الرياضي يرجع في الاخر يشهد تتويجكم بهذه البطولات؟ بص، انا كان عندي ثقه ان احنا ان شاء الله يعني هنكمل وهنلعب وهنكسب. حتى احنا كنا يعني بنتمرن واحنا قاعدين في البيت وبنتمرن اونلاين مع بعض، يعني كنا يعني الكابتن كان بيخلينا نتمرن اونلاين على طول كل يوم. وحتى جت قبليها بفتره كده كنا قاعدين، فاعتقد ان الفرقه كلها كنا بنتمرن في البيت عشان عارفين ان احنا هنرجع، وهنرجع هنبقى مضغوطين في وقت تايم قليل قوي، ويعني الفرقه اللي عايز تكسب فلازم افكر بمنتاليتي مختلفه. يعني مش معنى ان احنا قاعدين ان انا هقعد بقى وخلاص، وما ترجع بقى بظبط نفسي واظبط اكلي وكده. فلا، انا هشتغل ووقت ما يرجع ابقى انا جاهزه او نبقى احنا جاهزين. فاحنا كنا بنعمل ده عشان يعني اتعب وربنا يكرمك، والحمد لله يعني اعتقد ان احنا تعبنا وربنا كرمنا يعني وكسبنا.